مرحبا بكم أحبائي في الرسالة اليومية نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. الرب كل يوم عمال بيصنع أمر جديد في حياتك وفي حياتي حتى وإحنا مش واخدين بالنا. تقولي في أيام كويسة وفي أيام مش كويسة، في أيام أنا متشجع فيها في أيام أنا مش متشجع فيها، أيام أشعر بحضور وأيام لا أشعر بحضور، وأيام أنا غالب أيام أنا مهزوم. أقول لك الرب روعته انه بيستخدم كل يوم انت شاعر او مش شاعر، مهزوم او منتصر، بس حياتك ملكه، قلبك مفتوح لي، قلبك مكرس لي، ابن للرب، بنت للرب. الثيمة العامة، الطبيعة العامة بتاعت حياتك، أنا للرب والرب ليا، أنا لإلهي وإلهي ليا، أنا لحبيبي وحبيبي ليا. لو دي الثيمة العامة، لو ده العنوان العام لحياتك، كل يوم انتصار أو هزيمة هو يوم يستخدمه الرب لامتداد الملكوت في حياتك. كل يوم غلبة أو عدم غلبة، كل يوم تشعر باضطراب السماء ليك، أو كل يوم تشعر ببعد عن شعر كأن الرب مش حواليك في كل لحظة، الرب حتى في الأيام اللي فيها وديان أو الأيام اللي فيها هزيمة أو الأيام اللي فيها ضعف هو بيحولها. ده الرب، يعني دي طبيعته، دي شخصيته، انه يستخدم اوحش حاجه ويحولها لافضل حاجه لامتداد ملكوته في حياتك. خليني اقرا لك ايات في ارميه 18 مربوطه او داخل روحي مربوطه بالازمنه اللي احنا فيها. الكلام الذي صار الى ارميه من قبل الرب قائلا: قم انزل الى بيت الفخاري وهناك اسمعك كلامي. هقول لك كلامي في بيت الفخاري. فنزلت إلى بيت الفخاري وإذا هو يصنع عملا على الدولاب، دولاب اللي بيصنع به الآنية الفخارية، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري. كلكم عارفين التعبير ده، لأنه تعبير مشهور قوي. فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري؟ هذه آيات مشهورة جدا وطلعت عليها ترانيم وعظات بس أنا بذكرك بيها، بأنهض بالتذكرة ذهنك النقي. الكتاب المقدس في العهد الجديد يشبهنا بالإناء الفخار، أواني خزفية بس لنا كنز في داخل الأواني الخزفية. هنا الكتاب المقدس يحكي عن بيت الفخاري وازاي الفخاري الأعظم يسوع المسيح، التعبير المشهور، بيصنع في أوانينا الخزفية الفخار، يعود ويصنع حتى اليوم اللي الوعاء فيه بيفسد، أو اليوم الوعاء فيه بيبقى شكله مش بحسب توقعك أو بحسب غلبتك أو بحسب الكنز اللي موجود جواك. لكن هذا الفخاري الأعظم، هذا الخالق القادر على كل شيء، اللي بياخد الخراب والخلاء ويطلع منه حسن جدا، بياخد اللخبطة بتاعتي والكعبشة بتاعتي والحيرة بتاعتي، واليوم اللي نازل مش بس اليوم الطالع، واليوم الوادي مش بس اليوم الجبل، واليوم اللي اتسرق مني مش بس اليوم اللي أنا كنت مليان سلطان فيه، بياخد كل أيامي ويقوم مشكلها بدي وبصوابعه عشان يطلع منها وعاء يحسن في عينيه. رسالة أفسس كلكم عارفين الشواهد، النهاردة الشواهد كلها معروفة. في رسالة أفسس يقول لك: نحن فنه، نحن عمله، مخلوقين لأعمال صالحة، أو مخلوقين لمقاصد قوية. نحن فنه، نحن عمله، مخلوقين لأعمال صالحة سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. فرب طول وقت مادت صوابعه في أوانينا. اليوم اللي انت فيه متشجع، اليوم اللي انت فيه زهقت، اليوم اللي انت فيه مضطرب، اليوم اللي انت فيه مش عارف هتعمل فيه خطوة اللي جاية ايه، الرب عمال طول ما حياتك، بس انت قلبك العنوان الكبير: انا لحبيبي وحبيبي لي.
في حاجة بتحصل، في حاجة من صوابع الرب بتتدخل. أحد الحاجات اللي بتعجب ليها كل ما أقرأ في عبرين 11 اللي هو أبطال الإيمان، اللي حاطط فيه موسى، واللي حاطط فيه إبراهيم، واللي حاطط فيه سارة، واللي حاطط فيه كل أبطال الإيمان، وحاطط فيه أخنوخ، حاطط فيه كل هؤلاء الأبطال، في نفس الوقت حاطط فيه شمشون. شمشون من أبطال الإيمان؟ نعم. أنتوا قريتوا قصة شمشون؟ نعم. اللخبطة والكعبشة في هذا الوعاء اللي منظره كتير فسد ويقوم ويفسد ويقوم ويفسد، بس صوابع الفخار الأعظم بتطلع من هذا الإناء اللي منظره مش جميل زي إبراهيم أو جميل زي موسى. ده يقول لك ده كان خطية مصر كان رافضها، وغنى مصر كان رافضه من أجل الدعوة على حياته، بالمقارنة بشمشون اللي كان كل شوية يفسد. بس ده أبطال الإيمان. الفخار الأعظم بيطلع من كل موسى وبيطلع من كل شمشون بطل للإيمان. داود اللي تعب وعد النفوس وزنى وقتل، من أبطال الإيمان؟ نعم. مع إبراهيم ومع موسى ومع أخنوخ؟ نعم. ليه؟ لأنه الفخار الأعظم بيرى قلبك، بيرى قلبك، وطالما قلبك متشبث بالرب كل يوم في هذه الأيام، كل يوم في هذه الأزمنة اللي فيها عمال بيشكل في قوانينا، قال له عايز تسمع كلامي روح لبيت الفخاري وأنا هكلمك هناك. بيت الفخاري في هذا الزمن بيطلع فن، بيطلع تحفة من حياتك. بيت الفخاري بيطلع تحفة من حياتك في هذا الزمن، لأنه أيامك القوية، أيامك المتشجعة، أيامك تشعر فيها بالوحدة، أيامك تشعر فيها بنفسيتك مضغوطة، أو أيامك اللي تشعر فيها السماء مفتوحة والرب قريب جدا منك، في ده وفي ده لامتداد ملكوته وللسلام في حياتك لا نهاية، لامتداد ملكوته وللسلام، لامتداد كلمته وفنه وتحفته وعطاياه وبصماته، لأن الإناء الفخاري في الآخر بينتهي ببصمة الفخاري عليه. هناك ضمان، هناك ثقة. الضمان مش جاي من قوتي، الإناء الخزفي مفهوش قوة، لكن الإناء الخزفي قوته وقيمته جاية من بصمة الفخاري المختومة على إناءه الخزفي. خليني أختم هذه المشاركة بأشعية 9: لا يكون ظلام للتي عليها ضيق. هذا الوعد وعد غالي، وعد، لأن اختبار كل حد. أنا بمر بضيق فدنيا ظلمة، أنا بمر بضيق فمش عارف أعمل إيه، أنا بمر بضيق فنفسيتي مضغوطة. والوعد لا يكون ظلام ليضيء عليك، قد جاء نورك، قد جاء نورك، يسوع يضيء على قلبك. خليني أكمل معاك في الآيات، لأن اسمه عجيبا مشيرا، اسمه عجيبا مشيرا، إلها قديرا، أبا أبديا، رئيس للسلام. خليني أشجعك، هذه التعبيرات اللي في أشعياء 9 أشجعك أنك تصليها وترددها في يومك المنتصر وفي يومك المش منتصر. عجيبا مشيرا، محتاج إيه؟ هو عجيبا مشيرا في ضعف، هو إلها قديرا، حاسس بوحدة، هو أبا أبديا، في حروب روحية، هو رئيس السلام. بتمر بإيه؟ محتاج قيادة، هو عجيبا مشيرا. محتاج قوة، هو إلها قديرا. تشعر بوحدة، هو أبا أبديا، في مواجهات مع عدو الخير، هو رئيس السلام. لنمو رياسته، لنمو سلطانه، لنمو ملكوته، لامتداد ملكوته كل يوم. الفخاري كل يوم عمال بيعمل حاجة في تحفته، في فنه، في عمله، في حضرتك وفي حضرتك، لنمو ملكوته وللسلام لا نهاية. رائع. ويختم أشعيا هذه النبوة يقول لك إيه الضامن، إيه القوة اللي وراء هذا الامتداد اللي لا ضيق واسم رب عمال بيستعلن؟ إن غيرة رب الجنود تصنع هذا. رب يغار على شعبه فيرق، رب يغار على شعبه فبيرف عليه، رب يغار على ابنه وعلى بنته فبيحرص ان الوعاء الفخاري بتاعه يبقى حسن جدا 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 كما يحسن في عينيه. رب يغار على ملكوته، بيغار على اسم ابنه
اللي على حياتك بيغار على اسم ابنه وعلى الختم بتاع بصمته على الخزف بتاعك. غيرة رب جنود تحفظك، تحفظ أيامك، تحفظ دعوتك، تحفظ بيتك، تحفظ خدمتك، تحفظ كل يوم في حياتك. ملء البركة، ملء النعمة.